السلام عليكم. مرحبا بالشراشي. شلونك؟ مرحبا بالشراشي. يا سيدي هاي المعاملة سجلناها بالديوان، داخلت من غرفة لغرفة لوصلت لعندك. لمين هاي المعاملة؟ إلك؟ لا ولي، هاي لواحد صاحبي. رجعله يا لصاحبك قبل ما اخرب بيته وبيت اللي مشاله اياها بالمديريه الفرعيه. ليش شو فيها المعامله؟ المعامله مو قانونيه، واذا صاحبك قدر بطريقه ما يمرقها بالمديريه الفرعيه فعندي مستحيل تبر. ليش يعني المديريه الفرعيه دوله مستقله، مو نفس القانون بيطبق هون وهنيك؟ لا، القانون واحد، بس المشكله باللي عم يطبق القانون. يا تعال معناتها محلولة. مسيف سيدي، لكان مضينا تحت توقيعهم. ايه ما تبين على توقيعهم مثل ما مضوناها مضيناها. عمي انت مبين عليك بدك تسلى وانا مالي فاضي لك، عندي شغل. ما عيدك تاج راسي مشيها. ما راح اوقعها، واذا ما بتطلع من مكتبي هلا راح حول معاملة كلها للرقابة والتفتيش لحتى يحققوا بالطريقة اللي مشيت فيها بالمديرية الفرعية. برافو عليك. يعني ما لا حل. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ايش بك ليش معصب؟ خلص خلينا ناخذ ونعطي. خلص دبرت. هون ما في حدا غير أنا وأنت. هون أخونا مو غريب. تاج راسي. وإذا حاسب حساب المدير العام لا تخاف منه، رابطينا معه نحن. أنا ما بخاف لا من الوزير ولا من المدير العام، أنا بخاف من ضميري. برافو. ايه بس يعني هذا الضمير صار موضة قديمة ما عاد حدا لبسه. أنا بدي لبسه، إلك عندي شيء؟ موضة قديمة وعاجبني، أخو مرائي شيء؟ لا لا أخو مرائك ولا عديله أنا، بس يعني أنت أفهم من بقية الموظفين اللي وقعوها. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، أخي هن الصح وأنا الغلط وما بدي وقعها، وهي عندك المدير العام، روح اشتكي له. لا تاج راسي، هي ما حبيتها منك، شو اشتكي؟ سيدي كل مشكلة ولا حلال. الله يعطيه العافية تاج راسي. الله يعافيك. ايدي بسلام. بس ايدي بسلام. من خالي بسنارك ملكي تدبرنا اياه. شوف حبيبي لا تحاول وتتعب حالك، فأبو شريف حافظ القوانين والمراسيم والأوامر الإدارية المعمول فيها بشركتنا، يعني بيعرف كل كبيرة وصغيرة فيها، وإذا قال لك معاملتك غير قانونية فلازم تسدد. يعني ما راح يوقعها؟ مستحيل، لأنه مشان مشكلة من النوع، المدير العام السابق كسره من معاون رئيس قسم لموظف عادي، فلا تتعب حالك ما راح يوقعها. سيدي إلنا الله. الله للجميع. لك بس لك خلص. الله معك. سكر الباب وراك. ندخل. اهلي ابو شريف. اذا رجعت مشان نفس المعامله فما راح اوقعها. وهلا شو هدول؟ حب منوي. وليش عم تعطيني اياهم؟ بلكي بينملوا ضميرك شي دقيقتين. عم تمشيني؟ لا هلا حب المنوي صار اسمر شوي، ما حبيتها منك هي تاج راسي. لعلمك انا ضميري حي وصاحي، ومئة ألف حبة منوم ما بتنيمه. هلا احلي الحكي، حاسب حسابي. هي 50,000 حبة وهي 50 تانية صاروا 100,000 حبة، هلا بشخر شغير. تاخذ مصاريك من هون ولا بطلب لك الشرطة تعمل لك ضبط رشوة؟ شو يعني ما راح توقع؟ ابدا. بس انت الخسران. ها يا سيدي انا الخسران وما راح اوقعها. هلا بتشوف شلون راح توقعها. وشلون؟ بدون ما تقبض ولا متلي. كيف راح اوقعها؟ استناني خمس دقائق وبتشوف. يلا الله معك. روح. شو دكتور؟ لقيت رجعت بسرعه خلصت التمثيليه؟ لا استراحه بين الفصلين. الو استاذ ابو شريف، انا المدير العام. اهلين سياده المدير. انا عم بسمع عنك اخبار كثير كويسه، مشان هيك رح خصص لك مكافاه محرزه هالشهر.
الله يخليكم سيدي، هذا لطف منكم. قلي استاذ، مرقت معك معاملة باسم صبحي القصير؟ نعم سيدي. ان شاء الله وقعتها؟ لا سيدي. لا ليش؟ لانها مو قانونية. بس هاي المعاملة مرقت بالمديرية الفرعية قبل ما توصل لعندك، يعني لو كانت مو قانونية ما كانوا مرقوها هنيك. سيدي انا مالي علاقة باللي مشاها، المهم انا مستحيل وقعها. لا 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 وقعها معلش. اسف سيدي ما بقدر. انا المدير العام وعم اقول لك وقعها. ارجوكم سيدي كلفوا غيري يدققها ويوقعها. انا بدي اياك انت توقعها. انا اسف سيدي. وقعها وعلى مسؤوليتي. اسف سيدي. لما بقول لك وقعها يعني وقعها. يلي قبلك حاول كثير وكسرني من معاون رئيس قسم لموظف عادي، واكثر من هيك ما بتقدر تساوي. راتبي وتعويض العائلة وتعويض التدفئة بدي أقبضهم مثل عادي. عم تتحداني كمان؟ سيدي أرجوك لا تخليني أطلع عن نطاق الأدب وسكر السماعة قبلك. يا ريت تسكرها قبلي. هيك لكان بسيطة. عظيم، يا هيك موظفين يا بلا. أنت شلون ترفع صوتك قدامي؟ ما بتعرف أنا مين وشو ممكن أعمل فيك؟ بعرف بس ما رح تقدر تعمل كتير. المكافآت نسيتها من زمان، الإضافة الله غناني عنه، تعويضات لجان الله يسامحكم فيها، أذونات سفر ما بدي إياها، مهمات خارج قطر مستغني عنها، أما راتبي الأساسي وتعويض العائلة وتعويض التدفئة ما حدا، لا أنت ولا الوزير بيقدر ينقص منهم فرنك واحد. هدول فيهم مرسوم جمهوري وفوق. لا 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 ما حدا رح ينقص لك شيء، بالعكس انا رح زود لك اياهم، المكافآت والتعويضات واذونات السفر يلي بدك اياه. مقابل شو هالكرم؟ لا شغله بسيطه بس، كل كم يوم بدك تمشي لي معامله مثل المعامله. ارجوك استاذ خليني ارجع لمكتبي عندي شغل. استاذ ابو شريف اسمح لي اقول لك برافو عليك، انت فعلا مثال للموظف الشريف، وانا بتمنى انه يكونوا كل الموظفين مثلك.